أهلا بيكم مع حلقة جديدة من حلقات نظرية الموسيقى الحديثة، واللي بسجلها لقناة افتكاسات الفنون وقناة الماسترو محمد الفكهاني ومحدثكم محمد الفكهاني. أهلا بيكم. أهلا وسهلا بحضراتكم مع سلم سباعي جديد. سلمنا اليوم هو ميكسوليديان، نغماته دو ري مي فا سول لا سي بيمول دو. تألفاته دو ميجر ري ماينر مي ديمينيشت فا ميجر سول ماينر لا ماينر سي بيمول ميجر. نقولهم تاني. لو عملنا روتيشن هيديني 6 مقامات اخرى. لو بدأنا من الري هيديني مقام ايوليان، وده بيعادل مقام الماينر او الناتشرال ماينر اللي هو بيعادل عندنا مقام النهاوند الكردي. لو بدأنا من نغمة مي هيديني مقام لوكيريان اللي هو بيعادل عندنا مقام لامي او مقام الكردين. لو بدأنا من نغمة فا هيديني مقام ايونيان اللي هو يعادل الميجر ويعادل عندنا مقام العجم. لو بدأنا من نغمة سول هيديني مقام دوريان، ومقام دوريان اللي هو بيعادل عندنا مقام النهاوندين. لو بدأنا من نغمة لا هيديني مقام فريجيان، ومقام الفريجيان اللي هو بيعادل عندنا مقام الكرد. وأخيرا لو بدأنا من نغمة سي بيمول هيديني مقام ليديان. والست مقامات دول مع المقام الرئيسي بتاعنا يعملوا 7 مقامات مجموعين في مودلز فاميلي واحد، وكل سلم من دول أو كل مقام من دول هو مود للمقام الآخر. لو قرأنا قراءة عكسية هيديني مقام ايوليان اللي هو بيعادل الناتشرال ماينر أو المنير الطبيعي، واللي بيعادل عندنا مقام النهاوند الكردي. وكذلك لو لاحظنا هنلاقي ان السلم بتاعنا ليس بسلم متوازن ولكنه سلم عميق، وينفع يتألف منه؟ طبعا ينفع يتألف منه. وهنستمع الآن إلى عدة نماذج ارتجالية على مقام الميكسوليديان. Thank you.
موسيقى.